بعد زيارة ميدانية لموقع تشغيل وتفعيل مشروع البوابة الإلكترونية الواقع في كلية العلوم الإدارية، يعتبر وزير البلدية وزير المواصلات عيسى الكندري أن المشروع من شأنه تبسيط الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وزمن الإنجاز في المشاريع الحكومية. واعتبر الكندري أن المشروع وفضلا عن تبسيطه الإجراءات وتقليص الدورة المستندية وزمن الإنجاز سيؤدي إلى توفير الميزانيات والجهد البشري بما يحقق أهداف الحكومة الإلكترونية، مضيفا أن المشروع عبارة عن الإجراءات الموحدة إلكترونيا لإنجاز المشاريع الإنشائية والمراسلات.